زي ما انت بتقول كده مظبوط، مباراه تبادليه في التحركات وفي الشكل التكتيكي اللي من اول شوط لتاني شوط. تحس ان الحاله البدنيه بالنسبه للفرقتين على مستوى متوسط، ما قدروش يعملوا الشكل التهديفي في منطقه جزاء كل منهم. فريق محترم وادي دجله الحقيقه، قدر المدرب النهارده يمكن اللعيبه تنفذ له احلامه كلها ان هو ما يخسرش المباراه ويطلع بنقطه من المباراه قدام النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا تاثر النهارده بالغيابات اكيد، يعني شكل اضطر عليه المدرب ان هو ما عندوش اوراق غير اللعيبه اللي هي موجوده دي، حتى في التغيير مش عنده غير احمد ياسر ريان، وقعد يفكر كتير قوي لغايه ما عمل التغيير الثاني بمحمد شكري. اللي انا بس بياخدني ان كان في فرصه كبيره قوي النهارده للاعبين كتير قوي ان هم يكون عندهم نيرف اقوى من كده، يكون عندهم يعني تركيز اكتر من كده ان هم ممكن يخلصوا المباراه في اي وقت. انما انا مش امكانيات لعيبه، كره بتدور، علي معلول عمل اقصى ما عنده من عرضيات، واحمد بيكهام وجوده في الباك رايت برضو ما نقدرش نتكلم غير انه بيتحسس هذا المكان الحقيقه، حاول ان هو يثبت ان هو جوكر يلعب في اي حته، بس واضح ان ده مش مكانه يا كابتن. يعني ما انا بقول لك حاول ان هو يلعب في هذا المكان ويثبت الغيابات الموجوده بالنسبه لمحمد هاني. انا شايف المباراه من شكلا كده من فوق تعادليه، من خلال الاحداث اللي حصلت فيها، من خلال الفرص الاكثر للنادي الاهلي طبعا والاخطر. ومباراه زي دي في توفيق وعدم توفيق، يعني مش حاضر اقول للعيبه انتوا قصرتوا، او انت حاسس وانت بتتفرج ان في يمكن سنه بطء في التمرير الكوره في انهاء الهجمه في التفكير. حسين الشحات النهارده مش موفق زي المباراه اللي فاتت حتى في الشويه اللي هو لعبهم. النهارده برضو فرقه وادي دجله ما سمحتلكش بالتوغل الجامد، على طول في 3 4 على كل لعيب من عندنا، كل ما بيهجم كل ما بيكون تحاول تنفذ 1 2 بتحاول تنفذ ضربه ثابته بتحاول تنفذ اي حاجه، هم عارفين مقدار النادي الاهلي النهارده، فادوا مجهود كبير قوي لدرجه ان احنا قلنا في الهاف تايم هل هيستطيعوا انه تاني تايم يلعبوا بنفس المستوى بنفس الفيتك الفيتنس اللي هو نهوا بيه المباراه. حارس مرمى موفق جدا النهارده عبد المنصف، شال حاجات كتير جدا، مركز جدا. هي دي كره القدم، وهارد لك في ان احنا ما كسبناش المباراه والجاي احسن باذن الله. كابتن علاء.